ينكر عاقل الفضل الكبير للصيام وفوائده الصحية. تحدث عنها الأطباء والخبراء في الصحة والتغذية من المسلمين وغيرهم، لكن الفائدة العظمى منه الصحة القلبية الإيمانية الإحسانية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب محل نظر الله تعالى، فإن صلح صلحت سائر جوارحه، وإن فسد فسدت. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقلب محل الإيمان والتصديق واليقين والتعظيم، محل الأنس بالله ومعرفته والتسليم له. فالصائم الحق في رمضان يتحسس قلبه مسالك القرب والفلاح، ويشعر بسكينة وطمأنينة من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.